أهلا بحضرتكم من جديد في هذه التغطية الجوية. هيئة الأرصاد تؤكد على انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم، وتقرير جديد يظلم الجميع. كل شهر يحطم الرقم القياسي لدرجات الحرارة السابقة. تفاصيل ومستجدات طقس اليوم والأيام القادمة سنستعرضها لحضراتكم الآن. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الفترة الماضية أن يشهد الطقس انخفاضاً نسبياً في درجات الحرارة اعتباراً من اليوم السبت 13 من يوليو 2024، وخلال ساعات الليل يكون الطقس اليوم رطب على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. أيضا بالنسبة للظواهر الجوية، قد تشهد مناطق بالبلاد فرصة ضعيفة للأمطار، تكون خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد، كما يوجد رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. وأشارت الهيئة إلى أن نشاط الرياح يكون نشط أحيانا بسرعة 30 كيلومتر في الساعة، وذلك في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة مع أجواء مشمسة، بينما تكون الرياح نشطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها أجواء مشمسة أيضا، وستتواجد شبورة مائية أيضا خفيفة على أغلب الأنحاء. ويسود طقس اليوم اطراف الملاحة البحرية على شواطئ محافظة مرسى مطروح، وسرعة الرياح بقيمة 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر. كما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وكنا قد شهدنا بالأمس ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية شهدت البلاد موجة شديدة الحرارة أمس الجمعة، حيث يوجد ارتفاعات في درجات الحرارة وأيضا نسب الرطوبة. وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية هي الأقل في درجات الحرارة ولكنها الأعلى في نسب الرطوبة، حيث تتجاوز فيها نسبة الرطوبة إلى 90%، بينما تتجاوز 80% في القاهرة الكبرى. وشددت على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة خلال فترة الظهيرة، واستخدام غطاء للرأس في حالة الخروج، بجانب تناول قدر كبير من المياه والمرطبات وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، لافتة إلى أنه من اليوم السبت ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً. مشاهدينا، ما زال ارتفاع درجات الحرارة هذا العام يفاجئ الجميع ويحمل العديد من المفاجآت، فقد أظهر تحليل جديد أن كل شهر يحطم الرقم القياسي لدرجات الحرارة السابقة خلال الأشهر الثانية الماضية، وأن علامات انهيار المناخ موجودة بالفعل. ووفقا للتقرير، الأرض حطمت درجات الحرارة القياسية لمدة 13 شهرا متتاليا، حيث سجلت كل شهر درجات حرارة أعلى من متوسطات ما قبل الصناعة، وأصبح متوسط درجة الحرارة العالمية في يونيو 2023 ويونيو 2024 أكبر بمقدار 1.64 درجة مئوية. وتثير النتائج الجديدة القلق، حيث يؤكد التقرير أن حدود درجة ونصف مئوية ودرجتين هي أهداف لكوكب الأرض على مدى فترة تتراوح ما بين 20 إلى 30 عاما. أما بالنسبة للتوقعات الباحثين فيقولون أنه من غير المرجح أن تنخفض درجات الحرارة القياسية في أي وقت قريب، بعدما كانوا يأملون في البداية أن نهاية ظاهرة النينو قد توفر الكوكب فترة لراحة. والآن مشاهدينا، نقدم لحضراتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13 من يوليو 2024 في مختلف المحافظات المصرية العظمى وأيضا الصغرى. القاهرة الكبرى 37-27، أما شرم الشيخ 41-29، الإسكندرية 33-24، محافظة مطروح 31-24، بورسعيد 33-26، حلايب 37-30، وأخيرا أسوان 47-31.
مشاهدينا، هذه كانت مستجدات الطقس اليوم والأيام المقبلة مع بيان بدرجات الحرارة. ما زلنا نتابع مع حضراتكم كل جديد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.